دونك انت قلتي لي على القضيه ديال الصاد، راه الصاد الافكتيفمون اللي ما دوزش داك لاصق الصاد تما، هي والرطوبه سيرتو راه خويا سيرتو بزاف الرطوبه، المشكل في الرطوبه خويا رضا. هي هذيك بزاف. انا ملي ساليت شو انا كنتسنى الماتش الاخرين تيسالي نهبط للمغرب اخويا، هي هذيك زدت معاهم يومين. قلت ليه جلست مع الشيخ، قلت ليه وحق الله ذاك الراجل راجل طيب، من واخا طراو لي مشاكل في نادي الامارات من بعد ديال التوقف، كنت في الاوج ديال العطاء ديالي وفي المسيره الكرويه ديالي كنت في الاوج ديال العطاء. Right. كان طرا لي هذاك المشكل ديال المنشطات راك عارفه رضا. هي هذيك ساليت بحال هكا، قال لي غتزيد يومين. قلت ليه ماشي مشكل. جا الشيخ قال لي شوف غتسيني معايا وغتمشي في حالاتك، خليني مني الراجع. قلت ليه صافي ماشي مشكل. قال لي المشكل ديال الفلوس، والله العلي العظيم اخويا رضا ذاك الراجل راجل طيب. قال لي شوف، قلت لي انا بحال هكا، قلت لي انا كنتيق فيك راه غنغمض عيني وغنسيني. قال لي سير سيني الكونترا ديالك. مشيت سينيت بري كونترا، هي هذيك جيت في حالاتي للمغرب، هضر مع الرجاء هي هذيك تفاهم معاهم. كانت الرجاء استفدت مزيان، لا في بريطي لا في ديني ديفينيتيفمون استفدت مزيان. هي هذيك رجعت معاهم طالعين بريمير ديفيزيون غاديين مزيان، دوزنا بريباراسيون مزيان، رجعت بديت كنماركي اخويا رضا. دوز بريباراسيون ديال ليفال نيترا. كان معانا العجلاني هو اللي كان اي معانا، عقلت كان معانا العجلاني. عقلت جيت بدي يلا بديت بريباراسيون كنمونتي. المانيا واقيلا ولا في النمسا ولا ما عقلتش فين. برافو عليك، كنا دوزنا بريباراسيون في المانيا والنمسا بجوج. يا سلام شتي كاين رضا، الحرب كاين كاين ميموار كاين كاين رضا ما نخافش عليك. مزيان. هي هذيك بديت الماتشات، بديت كنماركي. مشينا كنا غادي كنا درنا باركور زوين في لاكوب. هذاك العام غدو لاكوب، ايه مشيت معاهم انايا للدومي فينال. بديت كنماركي مزيان، بصينا مزيان في هذاك. بداو الاغراءات اخويا رضا، هنا فاش غيبداو المشاكل. شنو وقع؟ بدا انت باغاك الجزيره، انت باغاك الوحده، اجي الفلوس اللي كيعطوك نادي الامارات عطاهم لك في عام، زيد في حالاتك، عيطوا عليك لي زاجون، بداو كيخلقوا لي المشاكل. انا الغلط اللي درت انا خويا، كنت لاص صغير اخويا رضا، كانوا كيعطوا لي زيكيب كتمشي تريح مع هذا وتريح مع هذا وتريح مع هذا. هذا هو الغلط اللي درت كبير، خاصه انت العام محترف خاصك تحترم العقد ديالك كل وهذيك، شيء كيتحسب واي عليك. حاجه اي حاجه خاصها تدوز على القنوات ديال الكلوب. اكزاكتومون اكزاكتومون انا باقي صغير، بداو الاغراءات وداك الشيء. بديت انا تبعت لي زاجون الله يسمح ليهم، استغلوا اللاج ديالي وكنت باقي صغير وداك الشيء، الله يسمح ليهم ويغفر لهم في هذا النهار هذا. هي هذيك داروا لي مشكل، من وراها غيجي واحد المشكل انا والعجلاني. جا واحد المشكل انا والعجلاني، كسحبوني درت اكسبري اداره، درجه وصلت انا والعجلاني يا انت يا انا في الفرقه. هو أوه. قال لهم يا انت يا انا في الفرقه، قالوا هذا راه دار اكسبري. والعجلاني هو غير، العجلاني رجل متسامح، رجل طيب، الله يعمر هذا. هو في لحظه غضب كيقدر يقولها ولكن ما يديرهاش. علاش؟ حيت رجل طيب، هو حيت هو رجل طيب. هي هذيك ملي وصلت معاه حتى بحال هكا، شافوا الناس كتجيهم الاخبار راه باغي يمشي لهنا، ولا كيدير اكسبري، ولا كيبروفوكي فيكم، ولا باغي يضرب مع المدرب، راه كيدير بحال هكا غير باش يخرج، باش هادي باش هادي. فريمون كنت جلست مع نادي، كنت غنمشي للجزيره، جلست معاهم وداك الشيء. جابوا لي واحد لاجون، راه هو بلا ما نذكر الاسم ديالو، راه مغربي وداك الشيء. هي هذيك مغربي جلسنا تما رجلنا رجلنا الامور وكل شيء، ساقوا الاخبار. من وراها الماتش لعبنا كونتر النصر في لاكوب، هي غندوزو للدومي فينال. ماركي ربحنا بواحد زيرو، ماركيت انا، من وراها غنتوقف. هي ديال لافير المنشطات. هي لافير ديال المنشط. عاود ليها انا ما فهمتش انا في هاد لافير والله ما فهمتها بالله. الا بغيتيها حسن ما بغيتيش بلاش. لا، ما عنديش مشكل اخويا رضا. هي هذيك غيجي هذا المشكل ديال الدوباج. فاش جا المشكل ديال الدوباج، تخيل معايا ليكيب اللي كنت انا ليكيب يوقفوا معاك ويديروا اي حاجه حل عليها في محاسن كيديروها. نهار طحت في لافير ديال الدوباج، تخيل معايا ليكيب بحال اللي عمرك ما كنتي، ما وقفوش معاك ما والو. سيختو ان لا مدير نادي عندنا الزعابي كان ايه، خصني غير نعيط ليه على شي حاجه يقضيها لك بالزربه. كنت تهضر مع الشيخ بالزربه يقضيو لي. نهار طحت في المشكل، كنقول لك انايا من بعد الاغراءات جا المشكل ديال النصر، جلست مع الجزيره، من مورا الجزيره جلست ماركيت كونتر النصر، من بعد توقفت. ولكن التوقيف ديال توقفت ما الدوباج كنت واش داروا لك التيست ديال ابري ماتش؟ دار التيست ديال لابري ماتش. ملي دار التيست ديال لابري ماتش، سور انا اخويا رضا، حنا تربينا في الرجاء وتربينا فرقه كبيره، كيوريوك اشنو هو تاكل اشنو تشرب اشنو دير سور راه رمضان هذا. انا عمرني ما اتخذت ولا ماده منشطه اخويا رضا. هذاك الشيء علاش انايا ما تصرفاتش ليا،
سيرتو ليكيب ما لقيت حتى واحد في جنبك اخويا رضا، جيتي المغرب بديتي كضارب بوحدك، بديتي كضارب بوحدك باش تحصل على البراءة. بيان سور، وخديتي البراءة يا في هذيك الاخر. تي تخديت انا محامي، خسرت بزاف ديال الفلوس باش نحصل على البراءة ديالي، ودايور 3 موا ولا 4 موا حصلت على البراءة ديالي. كنت انا ذاك العام توقفت انا وحسام غالي، وكنا حنا اللي وقفنا على تو شد محامي وتو تبع القضية، كانوا بانوا واحد الاختلالات في المختبر، هي ذاك العام اللي غيتسب فيه المختبر ديال ماليزيا. هي جات البراءة برؤونا هما، لقوا الاختلالات في المختبر ديال ماليزيا، وهذا اللي كيطرح عدة تساؤلات، فهمتي ولا لا؟ بحكم انك بيان انت سور. غادي طوب وليتي كتريح، كيقول لك، ومن بعد انا سقط الخبر كيقول لك هذا احنا اللي دخلناه الدوري، احنا اللي بيناه، احنا اللي لعبناه، ولا كيشوف ما منا، يلعبش والله لا بقى فيها. لعب، والله لا بقى لعب هنايا. وفريمون كان انا عقل، فاش جيت، كان عرفت عقل عقلية صعب يعني. انا فاش مشيت للسعوديه اخويا رين، درت واحد الباركور واعر بزاف، وبغوني ديزيكي في الامارات. تخيل معايا انت كتنيغوسي على كل شيء، من بعد كيفاش كتحبس الصفقه الله اعلم. مشكل أمني، جهات أمنية ما المهم. فهمتش، زعما راه عارفين صافي صاحبي، ما لقيتي ناس، راه عمرك ما تقدر تدخل لهنا الامارات كاع. عارفين الله يهديهم، الله يهديهم. المهم راك عارف دوزتي انت ذاك راك العام، دوزتي معاهم. الله يهديك. كيفاش كون هذا معنا؟ هذا معنا ولا مع السبع؟ انت اللي كتسمع. ما عليناش، ماشي مشكل، ماشي الله مشكل، ماشي يهديهم. مشكل. دوزتي انت ذاك الوقت، كملتي المشكل، رجعتي للمغرب. عاد غيطرى مشكل واحد اخر رضا. رجعت للمغرب، بقيت كنضارب على القضيه، بدات بريباراسيون، بداو لي زيكيب كي بريباريو، مشيت جلست مع الحاج حانات. الحاج حانات الله يعمرها دار، ولد كيبغي ولاد الفرقه، تيموت على ولاد الفرقه، اعطاني فرصه بانني شوف ولدي الفرقه فرقتك، دخل بريباري مع الدراري. الحاجه الوحيده اللي غتوعدني بها هي انك ملي يجي البراءه ترجع تلعب معاه. مزيانة. قلت لي انا ملي عطيتيني هذه الفرصه راه فرقتي هذه، راه الفرقه اكزاكتو. ديالي انا، راه ما لا يربط، ما يربطني مع الرجاء، ما كتربطنيش مع كونترا ولا جوج كونترات وداك الشيء، راه شي حاجه من بعد الله تاريخ. سبحانه وتعالى، راه عمرني ما غنسى الخير ديال الرجاء، هي اللي عطاتني فرصه بعدا باش وصلت لهادشي كامل من بعد الله عز وجل. راه اللي كيربطني مع الرجاء راه ماشي كيسيون ديال كونترا ولا عقد ولا هادي. قلت لي انا تاريخ. كنواعدك، بانني نهار يتحل لي المشكل غنرجع لفرقتي. هي هذيك بدينا بريباراسيون. الحاجه الوحيده اللي بقات فيا انني كان فريمون اوري ميشيل كان باغيني نلعب معاه، لانني ترينيت معاه ما لقاش كيفاش يدير لي هذيك لا بيريود اللي كان فيها الاولى مع الرجاء، كانوا دراري وكانت عامره الرجاء في لاطاك. فريمون كان باغي يلعبني في البيريود الثانيه، قال لي شوف انا راه معول عليك بزاف. كنت ما تبرعت، كان حتى محسن متولي جو بونس، محسن متولي حتى هو كان موقف لافير ديال هذا، كنت انا ومحسن كنا كنترينيو، كان ما لعبناش معاه. هي هذيك ما خدماتوش الكره، دار باركور خايب، راك عارف الرجاء لا بريسيون وداك الشيء، ما سهلش اللهم يحيدوه. هي فاش جا محمد، ان فوا جا محمد الماتش الاول وقيله مع محمد تبرعت. هي فاش بديت كنلعب مع محمد اول ماتش ليا معاه في تطوان بديت كنمارك. هي هذيك اكزاكتلي. جات استقعت في البراءه. عامين. جات البراءه اخويا، رضا، سينيت مع الرجاء بلا ما نفكر. القلب، خدم اخويا رضا، ما كاينش. لا، لأن لقيتهم وقفوا معك رجال. وترى او ديبار بعد الرجاء من الاول داروا معاك كل شيء، فهمتي؟ من بعد الله كنقول لك وي الخير ديال الرجاء راه ما كيتنساش. قبل من زين. هذا الشيء يعني اي حاجه كطرى فيها كتجي كتلقى، الرجاء، هي اللي هي هذيك. وي انا عندي الكونترا ديالي مع نادي الامارات، وجيت سينيت كونترا اخرى مع نادي الرجاء، والكونترا مازال ما ترساتش مع الإمارات. باقا ما تهرساش. قال لك اسيدي انت أوه نسيت. وقفاتك، لجنه المكافحات المنشطات ماشي وقفناكش حنا، ما وقفناكش حنا. وهما ملي تبرعت كيقولوا لي رجع ليكيب، رجع للفرقه. قلت لهم انا ما وقفتوش معايا، غنسيني في الراجع. هي هذيك غمضت عيني وسينيت في الراجع، ما فكرتش العواقب كاع اخويا رضا، هو غادي فيها عواقب. ما فكرتش العواقب كاع. هي هذيك فاش غيدعيونا، انا والراجا بانني انا عندي عقد، وسينيت عقد واحد اخر، والراجا سينات مع لعاب اللي عنده عقد مع فرقه. هي هذيك بزز بالمحامي بكل شيء بهذاك حتى الاخر. جو بونس كو راه عطيه كونترا ديال تروازون، كتبتيني معاهم تروازون، وانا راه تقريبا راه كنا جات راه غتجي فيها واحد 3 مليار غير شكون كنديروا لها انا والراجا خمسه مخلصوها. كاملين نمشيو هنا و هي هذيك بقيت معاهم محاربين، حتى الراجا حتى هما داروا جد، حتى جاتنا واحد 60,000 دولار انا والراجا.
60,000 دولار 60,000 دولار. مقبولة، 30,000 دولار، 30,000 دولار فكيناها معاهم بيغي. يلا مرات ديك يلا الله بزاف. يعاونكم. وقال لك خير، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من بعد رجعت الرجاء، دينا الشامبيونه، مشينا لي جروب ديال الشامبيونز ليغ اللي غابت عليهم الرجاء شحال، وي ومشيت ليكيب ناسيونال مع ايريك غيريز وي وي مشيتي لكيب ناسيونال في 2011 هيك 2011، هذاك العام اللي غنرجع فيه مع 2011 ايريك غيريز. صح، مع ايريك اكزاكتومون غيريز، والحمد لله. ورجعت عاوتاني للاحتراف من الباب الواسع في اكزاكتومون الدوري السعودي، مشيت لاقوى دوري عربي، اقوى دوري خليجي، وفرضت راسي. وكانوا بزاف ديال لي كلوب عاوتاني في الامارات طلبوني، الا ان في الاخير ديما كتلقى شوف دابا قبل ما نوصلوا للدوري السعودي نهضروا على هذوك العامين ديال الرجاء. الجنرال انا كنسميه الجنرال طيب فراس كهضرت معاه البارح محمد محمد البارح المشكله سي محمد ما كانش عنده النمره ديالي باسكو مازال ما درتش النمره مغربيه ما كانش عنده النمره ديالي وعيطت ليه المهم وكتعرفوه هو في التليفون ما كيجاوبش وكذا وقال لي باراسا قال لي حق الله العظيم واحد الدقيقه هذه يلاه طحت لي في بالي هضرت انا وياه وفريمون ذاك السيد الله يعمر هذا لا لا ظريف. دوزتي مع ذاك العام الجنرال اللي ما كيعرفوش كيجيه في شكل اللي كيتعامل معاه وكيعاشرو كيعرف ان داك السيد راه منضبط ومنظم بشكل شوف شوف محمد، الغريب في الامر، فاش رجعنا عاوتاني رجعوا كاع الدراري هذاك العام، رجع هشام، رجع اللودي، رجع الباركي، رجع الرباطي، رجع كانوا دراري، كان محسن متولي، كان صالحي مقلع، جا محذوفي والراد. وكيفاش غتلعب انت 11؟ جا الصواري جا هو اكزاكتومون مزيان، واجي لعب 11 لعاب يلا. اكزاكتومون ما كاينش اللي يقدر يجيني هذا الفيكتيف قد محمد. محمد عرف لينا، عرف شنو باغي، عرف يخرج من واحد الفرقه، عرف يجيري هذوك هذاك اللي راك كيفاش تلعب 11 لعاب. لا جلستي 11، انا تلقى واحد 11 عاوتاني فالابل كتسنى، وي خاصك وي كيفاش تهضر معاهم، كيفاش تقنعهم تتقلفهم، اكزاكتومون كيفاش تدور الفرقه. قلت لك هذاك العام لحسن حظنا، ان لحسن حظ الدراجه، ان جا محمد، عرف كيفاش يجيري الجروب، كيفاش يجيري ليكيب، وعرف اشنو باغي. يا عاود هادي لي على محمد كي داير في الكاركتير ديالو محمد رجل عملي. شوف محمد سيريو، ما كاينش هو اللي ما كيعرفوش بزاف الناس. محمد راه لا بدا يضحك معاك، راك تشد كرشك بالضحك، ولكن داخل تيران، راه ما يعرفكش، وي داخل تيران ما كاينش. وي اما في الضحك، راه في الضحك راه كومي كتكون في لونترينمون، كومي راه كتكون في لونترينمون، كيلوح لك شي باس بالضحك، راك تشد كرشك بالضحك. انا راه باقي نعقل على واحد كنعقل على واحد لاكسيون مع محمد، حدا البون، كانت الاكسيون جات حداه هو، حدا البونتو، جات في لونترينمون هادي. كي غي ما عرفت شكون هذاك اللاعب، تيقول لي بقى السوتيان ديال صاحبك، بقى السوتيان صاحبك. الاخر ما بقى السوتيان، قال لي درك عاود كيعرف هو السوتيان. لا هو شوف هو نقيم نقيم والباصات 10 على صغير ولكن البطل هو من كان هو سيمو، ترى خصك تجيب سيمو سيمو يا اخي الحال على المغامرات ديالو هو محمد. عرفتي سيمو واحد النار واحد كنت السيمو بشعيب، عرفتي السيمو بشعيب مع محمد تشد كرشك بالضحك. لا ولكن سيمو انا وقع لي مع بلان واحد النار في ليكيب ناسيونال كانوا جالسين انا في كازا ومشيت عندهم لوطيل و جو بونس كان هو وسفيان العلودي في لا شومبر الا ما خفت كذب المهم عيط لا شومبر عيط سفيان ما جاوبنيش في التليفون كان ناعس عيط لا شومبر جاوبني جاوبك قلت له سيمو. الو وي سي وكان كان ناعس بالعشيه قلت له الو وي شكون معايا قال لي سيمو سيمو شكون قلت له رضا رضا صافا بخير قال لي صافا الحمد لله قلت له فين هو سفيان قال لي هو كاين قلت له واخا المهم انا راني لتحت لا ريسبسيون قول لي انا قال لي انا نستنى شويه نزل عندي قال لي صافي قال لي والو، على رو ما قال لي والو، هو دغيا كينسى سيمو. شكون اللي نازل مراد عيني شوف هو راه غير يقولها لي، ولكن يتعطل هو ديما معطل سيمو. تسنى ما قالهاش ليه مراد عيني جالس انا جالس انا لتحت جالس لا ريسبسيون نزل صافا بخير اش كدير انا قلت انا درت كان هضر على سفيان قلت له سفيان ناشرني هنا ساعه وانا مريح كنتسنى وعيط لي لا شوبر قال لي شكون اللي معاك قلت له سيمو قال لي شكون سيمو قلت له وضحك سيمو كده كده قال لي وضحك. تسنى تسنى نزل عندي نزل عندي صوفيا كيقول لي
والله ما قال لي شي حاجه، راه رجع نعس. اسيمو على اسيمو اسيمو ولكن عرفتيش كان غزال عرفتي في غزال خبارك غزال. في خبارك راه ديما كان كيدير لنا محمد، راك عارف السيريو ديال محمد، بيان السيريو سور محمد والو اللي تعطل كينقص ليه، كاين 400 درهم. وانت راه واخا زيد. تقول واخا تقول السيمو بشينويه نهار الاخر والله لا جاك معلومه. وراه الغريب في الامر، الغريب في الامر السيمو شنو كيجي هو الاول لونترينمون ولكن ما كيدخلش اللي كيلبس مع الدراري كاملين، شاد الجماعه مع الدراري كاملين وكيدخل هو الاخر، كيدخلهم عاد كيجي. ولكن غزال شتي لي زوين في السيمو، شوف راه عمرك ما تسمع منه العيب. شوف سيمو، ما الحاجه اللي زوينه فيه هو القلب الكبير. راه تسول بيان سيمو سور تيعيط، راه الوحيد اللي كيعيط للدراري كاملين، لا الدراري القدام ولا الدراري الجداد ولا عنده علاقه مع سيمو، ما تلقى واعر. عنده مشكل مع حتى شي واحد. لا ظريف اصاحبي وتخيل غزال. معايا الدراري كاع اللي كيجيو ممكن يلعب 4 شهور ولا 5 شهور ولا عام في الرجا، كتلقى عنده سيمو كيعيط لي وكيهضر معاه، كان القلب الكبير صارت ديما لا تنقولها ظريف لي. الله ظريف يعمرها دار، بزاف، ظريف الله يعمرها بزاف. دار ولد الناس. والله انا بهذه المناسبه هو مسكين باغي يدير التدريب، نتمنى ليه مسيره موفقه في التدريب. علاش؟ باش يعطينا واحد السيمو، بوركو با يعطينا حتى حنا سيمو كل حاجه عاوتاني للرازا. بيان سور. لا لا شوف سيمو، سيمو الله يعطيه على قد نيته. وانا بيان بيني سور وبينك، انا بيني وبينك ما عرفتش واش كيسمعنا سيمو ولا لا، كنت ضد قرار الاعتزال ديالو اعتزل لانه كان صغير، مازال اعتزل صغير راه ديما مازال تنقولها مازال ليه. بالنسبه مازال للديفونسور، بالنسبه للديفونسور مازال مازال يلعب واحد كاترون اخرى، مينيموم كاترون ولا سانكون بالراحه مينيموم بالراحه مينيموم. خويا رضا بالراحه يلعبها بالراحه. وشوف راه كاين بزاف ديال اللعابه اللي اعتزلوا ورجعوا على الله. ودي شوف مع هذه الجائحه ديال كورونا، من بعد ملي تسالى على الله يتنادم مع الحال ويرجع يبريبار. انا راه كنهضر معاه بزاف، شاك جور كنهضر معاه سيمو، راه شاك جور كيترين، راه ديما كنشد فيه، كيعيط ليا كيدير لي ابي الفيديو كيقول لي انا راه كنترين، كنقول ليه سيم واش بان لي انت هذا العام بحال اللي باغي ترجع تسيمي. والله كيقول لي كيبدا يضحك، كيبدا والله يضحك، كنقول لي بو علاش لا اخويا سيمو راك باقي صغيره صاحبي، بيان راك سور لعبتي انت، بيان سور. راك لعبتي حدا الرباطي ولا لعبتي حدا الحاج جريندو، شحال لعب، شحال لعب جريندو اصاحبي، ويلي وتبارك الحاجة الله وكيلعبها بالاكسبيريونس وياخذها لك بالراحه، تا اتاكو ما كي 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 ديبوردي تم ستيت دوز بلاص ديال الاستاذ. 38 عام، والله لا ديبوردي عليه اتاكو بالله. وتصور تصور انا كان عقل واحد النهار حسن، عقلتي على عبد الله اللي هو فاش كان تهرس في كازا عقلت ديال عليه. عبد الله الشتيطه. مشيت انا ديك الساعات مورا الماتش، مشيت عنده لا كلينيك ديريكتومون نشوف، وانا لقى عنده الحاج الطريقه باش كيهضر معاه جريندو. اسمح لي كتحس بالخبره، كتحس واخا الراجل والله كبير. العلي العظيم هذاك السيد، هذاك السيد راه ما نسوش خيره. تخيل معايا انا اتاكو كنلعبوا في لونترينمون، كيدير لنا لا اتاك كونتر لا ديفونس، وي وكتوقف حداه، كتوقف حداه وحق الله لك يعلمك كيفاش توقف. وي تخيل معايا تيقول لي ها اللي ما كيبغيش، ها اللي ما كيبغيش الديفونسور، ها باش تمحل لا ديفونس، ها باش دير لا ديفونس. وتخيل معايا هو لاعب ضدك وكيوريك كيفاش توقف وكيفاش تطلبها وكيفاش هذه، الله يحفظ ليك. الحوايج اللي ما كيبغيوش لا ديفونسور، الحوايج اللي ما كيبغيوش في لاتاكو. فعلا تحية تحية لا لا للحاج لا جريندو. كبير، مستوى كبير الحاج جريندو. ولا وتصور سولتي، تحضر لا كيف سولتي، لا سولتي كاع الدراري لونجو الصغار، إلا سولتي كاع الدراري سيختو سيمو أول حاجة يقول لك استفدت منه بزاف. بزاف. وتصور كيفاش كيهضر مع كيفاش كيهضر مع عبد الله العوا، كيقول له اسمع ولدي ماشي مشكل لا بليسور، ان شاء الله خاصك المورال يكون عندك مزيان وترجع. كيعطيه النصائح، هو كان لاعب ضده. انا كنشوف هذا السيد كنشوفه لعاب يعني ماشي مدرب، ولكن كيبان لك بروفيل ديال واحد السيد اللي غادي يمشي للتدريب. اسمح لي غادي يعلم اجيال. انا ايفيكتيفمون الدراري كيتعلموا. باقي نعقل في العام الاخر ديالي انا، غيطلع يلعب معانا الحفيدي، الحفيدي غيطلع معانا وهو وكيلي، لعب معانا اييه واحد سينك، واحد كاتر ولا مع سينك ماتش الاخرين، سينك ماتش الاخرين. باقي وي نعقل انه اول ماتش غيلعب فيه في اكادير، في اكادير والله ما عقلتش، في اكادير وقيله والله ما عقلت كيفاش كيهضر مع الحفيدي. شد ليه التوني قال لي شوف كورتك كبيره وانا بغيت نعطيك التوني هذا، ما بقيتش بغيتك ترجعه. يا سلام. كان هو المساعد المدرب ديال بيرترون مارشون باقي نعقل. وتخيل معايا شد الحفيدي بقى شادو تيهضر معاه بريباراه مزيان، وتبارك الله دخل الحفيدي، راك دار جرو ماتش من تما، راك لا شتي الحفيدي، راك شتي لا الحفيدي الحافظ
تبارك الله عليه، وراه ما حفظ الله. عمرها تنسى ليا كيفاش شدوا الحاجرين دوك، كيفاش هضر معاه، كيفاش بريبارا الماتش. قال لي كيف هاتوني اللي غنعطيك، ما بغيتكش تبقى ترجعه، بغيتكش بغيتك ترجعه ليا كاع. شوف حفيدي، حفيدي فاش كان دار لوبيراسيون في قطر، كان لوبيتال اللي دار فيه لوبيراسيون قريب عندي للدار واحد 5 دقائق، كنت كنمشي كنشوفه ديما. شوف الشهادة لله، كنسمع كيقولوا الماتش ديال العيون، ماشي الماتش ديال العيون، العيون ما كانش لعب معنا الحفيدي، كانوا لعبوا الدري صغار، منهم الهدهودي، منهم هذاك الدري مشى للوداد سميتو ميليو تيران، كان مشى للوداد ركويري، واحد الدري زوين كان في الراجا، كان مع بن عبيشه. ميليو هاشمي لا مش ميليو تيران، كان صغير راه سميتو كاع، ما عقلتش. كان اصباحي، اصباحي أصباحي كان، اصباحي كان، وكيلي كان، كانوا الدراري ما لعبش معنا الحفيدي هذاك الماتش، كنت لعبت معاهم انا، كنت لعبت معاهم انا وشعيب، كنا ربحنا بأربعة باقي نعقل، كنت لعبت مع شباب المسيرة، كنا ربحنا ما بأربعة، لعبش. كانوا لعب، كنا لعبنا الدراري الصغار، وبدينا كيبداو سالا الماتش بداو كيغنيو على شعيب، شعيبة وليداتو. وشعيب كنا دوزنا، كنت لعبت انا وشعيب مع الدراري الصغار، الدراري الصغار كاملين، وسال هو الماتش هذاك وشدوا في وشعيب بشعيب، بداو عليه ربحنا بربعه، بداو على شعيبه وليداته، حتى الفرقه ما غلباتهم، دري صغار شوف تيغنيو بشعيب. وشعيب كورتو راه كانت بوحدها. خصك تشوف، خصك تشوف خطر نهار فاش كان جا، حيت كان جا واحد المره للريان، هو كان كيلعب في الريان، جا واحد النهار للريان داروا له تسكرين، ترى خارجين في كانت ساره وانا وياه، النجم حتى بنادم كيوقف تما كيتصور معاه، هادشي راه لا سهل بوش عيب، هاك، راه سهل لا هاك بوش عيب، وشعيب. لا لا بوش عيب، بوش عيب، راه تبارك الله، راه لا في الامارات، لا في انا جايك بعد السعوديه، لا في الامارات، لا في السعوديه، لا في قطر، راه المشكله خويا ريده ملي كتحترف سيختو في هاد ثلاثه الدول، كتلقى لعابه مغاربه سبقوك، خلاو البصمه ديالهم، خلاو البصمه ديالهم على اللعاب ديال المغربي، راه عطاو كتدخل تما هما الاسماء اللي خلاو تما كيحطوا عليك واحد لابريسون اللي ما بيان تمكنش، سور عاد كتمشي راسك للسعوديه، كتمشي للسعوديه الثاني كيبدا يجبدوا لك باصير البهجه بوشروان، وتخيل معايا يلا. اكزاكتومون اكزاكتومون. نكملوا على الوقت ديال الرجاء حسن. اكيد ان الرجاء اهم ماتش عنده في العام هو الديربي، ونفس الهضره غتكون بالنسبه للوداد، ان غتكون في البطوله عندك الماتشات ديال البطوله 30، وعندك جوج الي ريتور اللي هو الديربي، وداد رجاء ولا رجاء وداد. عاود لي على الذكريات اللي عندك مع الديربي انت حسن. شوف الديربي، الديربي فهي قلتي فهي مناسبة لأي لاعب، راحت باش تلعب الديربي كيكون متابع إعلاميا بزاف، كيكون الناس كلشي كيكونوا ديزاجون، كيكونوا فراقي، كيكونوا، وحنا اللعابة هذيك الساعة راه اللعاب مسكين كان كيتسنى فرصة للاحتراف باش يأسيري لافونير ديالو، راه باش اكزاكتومون نقولها لك كليغ اخويا رضا، راه كنا بيان كنلعبوا، سور بيان سور بيان سور راه كنتي عايش معانا اخويا رضا، راه لي بريم سينياتور ولا لي سالير، راه كنتي كتسنى تعطي الماكسيموم باش تخرج تحترف تاسيري لافونير. لا ما كانت بريم سينياتور وصالير، وتسنى الخبز ديال البريم ديال الماتش. صافي هادشي اللي كان اخويا رضا، وكنتي كتلعب، كنتي كتلعب كتعطي الماكسيموم باش تحترف، الا احترفتي اكزاكتومون كتاسيري لافونير ديالك. باش الناس اللي معانا ما حسن تكون عندهم درايه، باسكو بزاف ديال الناس غالطين كيحسبوا ان ليبوك اللعابه كانوا لاباس عليهم، ولا كان عندهم فلوس، ولا راه كانوا الصالير راه كان كانوا 6000 تيبغوا الفرقه، اكزاكتوم. كانوا تيبغوا الفرقه، لاش هذيك هذيك الساعه الراجا كانوا البلي بوار ديالها ولاد الفرقه، كلشي كلشي كيجيبوهم، كيدوز من، كيدوز مينيموم، كدوز من الجونيور كتربى في كذا، انت ديجا كتبغي الفرقه، كتطلع كتبغي الفرقه، اكزاكتومون فهمتي، كنتي كتلعب، كتلعب كتقاتل كتموت على الفرقه، وما كتاخذ والو، راه ما بيان كتاخذ والو، سور كتقول انا غنعطي الماكسيموم باش تجيني فرقه باش نخرج نحترف. اكزاكتومون اكزاكتومون. وكانت بالنسبه لهذا اللي دير دي، كانت مناسبه، مناسبه باش سير رابحي ها واحد الملاكم رجاوي دخل معنا اسمه ان محمد شاء الله. الربيعي، تحيه اسم محمد، راه رجاوي اسم محمد، كرون رجاوي ها. اللي دوير عارف الدراري، راه انا كنقول لكم انا ما ودادي ما رجاوي، انا مع هو الماس تيقول لك، تيقول لك شوف، كيقول لك انا رجاوي اللي دوير عارف. اللي دوير ما نقدش عليه. سي محمد الربيعي يا لي كشرب. سمعت عاود على الديربي
والحمد لله ربي كان موفقني انا، سيرتو ربي كان موفقني، كنت سجلت اهداف الديربي اللي غيبقاو انا في الذهن ديالي حياتي كامله تقريبا، سيرتو ماركي دي كوفرون اللي من بلايص اللي ما يتعاودوش، فهمتي؟ انا واخا يقولوا لي غتعاودهم واحد 100 مره، راه تعاودهم 100 مره وما حاش تماركيهم، سيرتو لا الكوفرون ديال الالي لا الكوفرون ديال الروتور اللي صعيب فتح، وعلى غارديان دو بيوت اللي كبير وحبس المنتخب وعطى الكثير لكرة القدم الوطنية، عطى الكثير للوداد، فتحية لخويا نادير وادي، فاحتراماتي كاملة لخويا نادير، لأن في الأول وهنا والأخير خصنا كل واحد نوضحوا واحد النقطة، وهنا خصنا نوضحوا واحد النقطة حسن مزيان حتى بالنسبة للجمهور باش نعرفوا أننا كنا خوت، لا الوداد لا الرجاء. راه شتي مثلا اللعابة مثلا، وهذه وأنا شاهد، أنا حاضر عليها والله شاهد على ما أقول، أن اللعابة ديال الرجاء واللعابة ديال الوداد لاعبين الديربي وكيخرجوا كيتلاقاو كلهم صحاب، احنا كلهم. صحابنا كلهم صحاب. شوف الاول والاخير، في الاول والاخير احنا خوت الحمد لله، وهذاك ماتش عندنا 90 دقيقه كل واحد كيتضارب على التوني اللي كيلبس، صافي، ولكن غتسالي الماتش كل سالينا واحد كل واحد راه. كيتضارب على التوني اللي كيلبس، وكيصود الاحترام وكنلقى الاحترام متبادل وهذاك الشيء، وفي الاخر راه صحابنا دابا لحد الساعه، صحابنا كاينين وداديين كنهضروا معاهم وهذاك الشيء، ساليتي الكره وهذاك الشيء، كل واحد حسن كيتضارب على الفرقه ديالو. غنفكرك بواحد القنت اللي كنتي الا وقفتي فيه غتلقى اللعاب ديال الوداد والرجاء مريحين في طبله واحده والخروف. هذاك ابو الخروف، ابو الخروف اخويا، علاش حيت كان قريب للتيران، وكان كل شيء كيسالي لونطري مو تمشي ياكل عند ابو الخروف. كنتي الا بغيتي تلقى لعاب، راه شتي دابا اونكور اون فوا الدراري الله يرضي عليك، والله الا راه كنهضروا على واحد الحوايج اللي هما عميقين، راه الروح الرياضيه يا سير عندنا في الدم اصاحبي، راه بنادم بقى ولا الوداد الرجاء، راه حنا كنا خوت، راه غتمشي كلنا غتلقى خوت الحمد لله. شوف والله العظيم اخويا رضا، الحوايج اللي شت في الديربي الاخر ديال 4-4، نعم خلاني نفتخر بالمغربيه ديالي، وفتخر انني وي لعبت في فرقه كبيره بحال الرجاء وي وهذاك الشيء، فتحيه للجمهور ديال الوداد والجمهور ديال الرجاء اللي عطاو ليكزومبل في التشجيع، كيفاش كان التشجيع، بيسير عطاو لوحات بيسير رائعه اللي خلوا بيسير العالم كامل يهضر علينا، وراه ماشي سهل، ماشي سهل تعطي بحال هذاك اللوحات وداك الشيء، خاصك تكون جمهور الوداد وجمهور الرجاء. اكزاكتومون اكزاكتومون. انتم هذيك الساعات في ذاك الوقت فاش كنا في ايامات الديربي فاش كنتي كتلعب كانوا تيفويات، كانوا كانوا تيفوات، تيفويات، ولكن دابا ماشي بحال بشحال دابا زيد انغيزه، دابا زادوا دابا نقطه، زيد انغيزه دابا. لكن فريمون حسن فاش كنا كنكونوا مثلا لتحت راه فريمون الخلعه، راه كتوقف كتسنى تيفوت الوداد يطلع، كتسنى تيفوت الرجاء يطلع، راه فريمون كتحس بالخلعه. انا ملي كنت كنهبط من الفيستير وكنطلع من ذاك الكولوار، انت ذاك كتطلع من ذاك تونيل اتخيل معايا، انا اول ديربي ليا، كتدخل كتحس بتيران غريب، كتولي تقول ما كتقدرش تبقى تتسنى، بغيت كتقول لهم دابا ندخل نلعب، فهمتي؟ واحد لا بريسيون اللي ما يمكنش، فهمتي ولا لا؟ كتولي تقول اوه ندخل نلعب دابا، ولا هاد لا بريسيون هاد الحاله كامله كاع. هو راه وي الديربي راه باش يكون عارف الناس، راه الديربي اشنو اللي صعيب في الديربي؟ هي ديك الاجواء، هذيك لا سيمين ديالو، راه ان فوا كيضرب لاربيت صفاره كيولي اسهل ماتش بالنسبه للعاب، صافي. بالنسبة لكم انتم كتنساو ذاك الأجواء. كيولي اسهل ماتش ان فوا كيضرب لاربيت صفاره، وياه، ولكن المشكلة هو الله يحسن نعاودوا العوان الناس، الجمهور، الله يحسن العوان الجمهور. لا ونعاودوا الناس حتى ذاك الأجواء ديال، باسكو الناس غادي يشوفوا الديربي من المدرجات، ولكن صراحة أنا نقدر نقول بأنني كنت محظوظ بزاف أنني عشت الديربي من الملعب. راه أجواء شوف، باش نعاود الناس كيفاش كيكون الأجواء لتحت، راه حنا لي فيستير، الفيستير ديال الوداد، الفيستير ديال الرجاء، ملي كتطلع من داك التونيل المظلم وكتخرج للضو وكيبان لك داك الجمهور وكتسمع وكتطلع عليك كتسمع داك التيفو كيطلع الاول وكتهز راسك كيبان لك التيفو كبير، أجواء شوف حتى شوف هو حق الله يتا الخلع شوف رضا رضا، ما كاينش بحال الأجواء ديال الديربي ديال كازا، راه يكذب وي عليك كذاب. وي انا اعوذ بالله ما قلت، انا احترفت في الدوري السعودي وشفت الديربي ديال النصر والهلال، حتى هو ديربي ديال بصح، وي الكره ما كتخرجش فيه، مي الديربي ديال كازا، بزاف
غادي يمشي بزاف يمشي بزاف. يمشي، انت راك والجمهور ديالنا والجمهور لا ديال الرجاء لا ديال الوداد هرب هرب بزاف على مع احتراماتي الا كانوا كيسمعوا، حيت عندي صحابي دابا ممكن طالعين معايا يكونوا سواعده وداك الشيء، مع احتراماتي للجمهور ديال الهلال والجمهور ديال النصر، فالجمهور ديال الرجاء والوداد راه ما يمكنش. لا شو راه واحد النهار قلت واحد الكلمه وبداو كيضحكوا عليا الناس، قلت لهم في النهار ديال الديربي ينقسم الهواء وفي الدار البيضاء نصفين، وراه بصح لا راه بصح الله بصح يتبين. اسمح ليا النهار ديال الديربي او السيمانه ديال الديربي يا لابس الخضر يا لابس الاحمر، واحده في الجوج فهمتي، ما كاينش فيها تخرجيش. ما هو ما بقاش كيقدوا. والحاجه الوحيده عاوتاني اللي عجبتني حتى الجمهور وي وعى سيرتو انا غنهضر على الجمهور ديال الرجاء في الماتش الاخر ديال الديربي ديال 4-4. الرجاء خاسر ب4-1، وي الجمهور بقى كيدفع في الفرقه ديالو، بقى دافع الفرقه ديالو، ترجع في السكور وتاهل. نورمالمون كنا كانت شي فرقه اخرى مع احتراماتي للجمهور ديال راه غيبدا يشير بالكراسه، غيدير بريسو على اللعابه، غيبدا يعير في اللعابه، غيخرج الماتش غيمشي. وي وصل لواحد جمهور الرجاء، انا كنهضر على جمهور الرجاء مع احتراماتي لجمهور الوداد اللي حتى هو كان اكزومبل، لا جمهور الرجاء ولا جمهور الوداد في الماتش ديال الديربي. انا بحكم ان الرجاء كانت خاسره ب4 ورجعت في السكور، رجعت بالجمهور ديالها، وي وصل لواحد وي النيفو اللي ولا عارف يدفع الفرقه ديالو باش تحقق نتائج ايجابيه. وي وي فا اونكور اون فوا الدراري، الجمهور الا كان ديال الرجاء كيتصنت لينا في هذا اللايف هذا، واكيد انه غادي يبارطاجيو وكنتمنى انه يبارطاجيو بيناتكم الدراري. اللوحات اللي كديروا رائعه، لا الجمهور ديال الرجاء ولا الجمهور ديال الوداد. جوج جوج بقينا واحد الحاجه واحده، بقينا واحد الحاجه واحده، اللي ربح نصفقوا ليه ونروح الرياضيه وكلنا خوت، وما نقولوش ما كاينش غير الرجاء ولا ما كاينش غير الوداد، كاين الرجاء وكاين الوداد وكاين الفراقي ديال المغرب كلهم شوف كلهم. اريد باش نوصل لك واحد الحال. راه الرجاء راه ما يمكنش تكون بلا الوداد، والوداد الله راه ما يرضي يمكنش ليها عليك تكون بلا الله الرجاء. يرضي عليك الله يرضي عليك صافي. واللوحه اللي عطونا في الديربي، سوقوا لنا المنتوج الكروي الدوري المغربي بصفه عامه، شتي الناس كيفاش ولات كتهضر علينا. راه بالوداد والرجاء ولي فار اللي تلتمنى انها ترجع، ولي فار والماس ومراكش وهذه باش يكون دوري قوي، وباش نسوقوا الدوري ويكون عندنا منتخب قوي. راه بالانديه ديالنا باش غير عطاو منتخب قوي. وباش نسوقوا الدوري ديالنا ويكون دوري قوي والجمهور ديالنا يكون جمهور اللي يضرب به المثال، وداك الشيء كامل، داك الشيء ديال احداث الشغب والتخربيق والتراس والضرب وكذا، راه هذاك هو اللي كيعطي صوره خايبه ليه. فمزيان اونكور اون فوا نجبدوا هذا القوس هذا، لا للشغب الحمد لله، دابا راه عندنا الظروف ديال الحجر الصحي فنراجعوا فيها سميتو نرجعوا فيها راسنا ونراجعوا فيها افعالنا، وان شاء الله ملي ترجع الامور الى نصابها وترجع الكره ونرجعوا الملاعب ديالنا ونرجعوا الجمهور، نرجعوا بطريقة حضارية لا وزوينة ونصدقوا على بعضياتنا. خاصنا نرجعوا، لان ان شاء الله نتمنى يفوت هذا الوباء بخير وعلى خير، لان الظرفيه اللي فيها الرجاء والوداد سيرتو في الدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ، خاصنا نرجعوا ونرجعوا بقوه، لا الجمهور ديال الوداد لا الجمهور ديال الرجاء، باش نساندوا ليكيب ديالنا. وراه قلتها كما قلتها، ان وصلنا لواحد النيفو اللي ولينا نعرفوا ندفعوا ليكيب كيفاش تحقق نتائج ايجابيه، سيرتو حنايا محتاجين للجمهور ديالنا، محتاجين يعاوننا ويدفعنا باش نحققوا، سيرتو بقاو لنا لا الرجاء والوداد بقاو جوج خطوات باش بوركو با نشوفوا فينال ديال الشامبيونز ليغ مغربي كنتمنى خالص ما بين الرجاء والوداد. راه اللي قال لي هذاك النهار حفيظ قال لي انا حاس بان الفينال غيكون يا مغربي خالص يا مصري خالص، فاحنا انا كنتمنى انا ان الله يكون مغربي خالص. انا انا حاس بغيكون مغربي خالص ان على شاء الله الله. شفت دابا دي كومونتير كيقولوا لي الحسنيه المغرب الفاسي، شوف الجماهير ديال الحسنيه تكادير، ديال المغرب الفاسي، ديال المغرب التطواني، ديال اتحاد طنجه، ديال الكوكب مراكشي، جميع الجماهير المغربيه. وانا فريمون كنهضر علاش انا كنقول الوداد والرجاء، لان اكبر قاعده جماهيريه. ولكن قدر البارح راه هضرنا على البرنامج ديال كلوب تي في اللي كانت عندي فيه ذكريات رائعه، عقلت عليها حسن كلوب تي في وي كنا كنديروا في الرياض. عشنا معاك فيه اخويا رضا. تصور ان هذا البرنامج هذا تسارينا فيه على جميع الانديه المغربيه وشفنا جميع الجماهير ديال الانديه المغربيه وجميع ليزولترا ديال الانديه المغربيه، ومن روح اخرى تحيه لجميع الجماهير المغربيه اللي فريمون كانوا دائما ملي كنوقفوا حنا في نحطوا الكاميرا كيكونوا واقفين عسكر. دونك فريمون تبارك الله عليكم كاملين. علاش كنهضروا على الوداد والرجاء؟ لانها الاكبر شعبيه في العالم بيان سور بيان سور واكبر قاعده جماهيريه،
ولكن الأندية الأخرى المغربية لا تقل أهمية عن الوداد والرجاء. بغيف نكملوا راك نكمل يا حسن. شتي وي راه جو بونس ان الرجاء في ظرف اسبوع فازت بجوج جوج حوايج، احسن شعار في العالم، وجو بونس احسن اكثر شعبيه في العالم اللي فاز بها الجمهور ديال الرجاء. راه شوف راه كما كنشوفوا عاوتاني بعض الاحيان الوداد كيفوز بالجمهور الاسبوع، بالجمهور الشهر، راه هذا راه خصنا نفتخروا به كمغاربه، خصنا وعرفتيش غادي نفتخروا به. ندير انا حسن دابا بمناسبة 50,000 مشترك في البروفيل ديال رضا بالنيس، وكنشكركم على هذه القضية هذه، غنديروا واحد المسابقة وانت حاضر معنا يا حسن. والله الا الفكرة طاحت لي هذا غادي نختاروا 10 اسبوع، غنديروا اسبوع كل نهار غنختاروا تيفو من تيفويات ديال البطولة في المغرب ديال فريق، ماشي غير الرجاء والوداد، ديال جميع لا الأندية. كاع كل الأندية نهار غنديروا تصويره ديال التيفو، غنديرها في ستوري، وكل نهار عندكم الفوت 24 ساعه باش تفوتيو على التيفو، ومني تسالي الاسبوع غادي نعطيكم التيفو ديال الاسبوع، شكون هو التيفو اللي خدا اكبر نسبه ديال التصويت، وباش تكون بشفافيه غادي نعطي كل تيفو الرقم ديال التصويت اللي تصوت عليه. بروح رياضية، بروح رياضية. بروح رياضيه، بروح رياضيه، انا غنبوستي التصويره ديال التيفو في ستوري عندي، وغادي نطلقوا التصويت مورا اللايف ان شاء الله. ندير اول تيفو، واول تيفو غادي يكون ديال المنتخب، باش ما يقول لك لا هذا لا وداد لا راجع، اول تيفو يكون ديال المنتخب. احنا رضا دابا سيختو في هذا الاسبوع الاخير، وانا كنشوفوا هذه المسابقات كنشوفوهم عالميا، بوركو با، فهذه بادره طيبه بالنسبه لي تجي منك انت رضا. علاش بسم لا الله احنا ما نديرو حتى احنا واحد مسابقه اللي يكون حطها بحال رضا وداك الشيء، وتكون بسم الله. رياضيه، وفي الاول والاخير راه احنا كاملين رابحين، راه احنا كاملين يلا كنهزوا درابو واحد. صافي، وانا غنطلب منكم ان شاء الله باش اللي غيكون حاضر في هذا اللايف يبارطاجي، غادي نحطها في ستوري، يبارطاجيها او ماكسيموم، كل فرقه تدافع على التيفو ديالها. وانكور اون فوا احنا بالنسبه لنا راه اهم حاجه هو ان كل واحد يبغي فرقته، ماشي ان فرقته تكون احسن فرق، ما يبغي فرقته. انا كنقولها والناس كلهم عارفيني، انا كنبغي فريق المغرب الفاسي، كنقولها وكنعاودها، وفريق المغرب الفاسي هو في الدوزيام ديفيزيون، كنتمناو لانه يطلع. لا والله العظيم، لا شيء أمال محزن اخويا رضا، حاجه والله لا شيء محزن تشوفوا المغرب فاسي في الدوزيام ديفيزيون. شوف راه ديما كنقولها اخويا رضا، راه بعوده المغرب، بالتوهج ديال المغرب فاسي، بالتوهج ديال الكوكب المراكشي، بالتوهج ديال الجيش الملكي، بالتوهج ديال المغرب التطواني، اتحاد طنجه، بعوده هذه الانديه كلها غتعطينا دوري قوي اللي ممكن يدفع حتى المنتخب الوطني. راه شتي الماس شحال عطات للمنتخب، شتي مراكش شحال عطات للمنتخب، لي فار شحال عطات للمنتخب، وجده شحال عطات للمنتخب. وي وي راه وي فعلا، بعوده لهذه الانديه كلها باش غنشوفوا دوري قوي. وغادي يعطيونا شعلة، وانت مشيتي من بعد الرجاء الفريق الشعلة الشعلة، على باس درت ليك ناري، على باس ناري، على باس ناري، على باس ضربت ليك باس بلوك ناري، وكنت شاعل معاهم اخويا رضا، هذوك الشعلة تبارك الله، عرفتي درت ليك باس صافيك لحسن، عرفتي كنديرها وضربت ليك باس. هذوك الشعلة تبارك الله، اما النار مشيت عندهم ويطفاو، يا ربي تسمع لنا. يا ربي تسمع لنا، زيد عاود لي، عاود لي على الشعلة كي دازت هي التجربة مع هذيك الشعلة. الشعلة فريمون طحت مع ولاد الناس، أول مرة كنقولها أنا سيختو أنايا صريح، طحت مع واحد الجروب كلهم ولاد الناس، كلهم من الرئيس تل الشارج ماتريال، سيختو لعاب كيمشي من المغرب كيبغي فريمون واحد الجو اللي يعطي فيه. انا هذاك الجو لقيته في هذاك النادي، لقيت راسي في هذاك النادي، جاو قدموا لي الدعم، الدراري كلهم وقفوا معاك، لقيتيهم بجنبك اي حاجه. سيختو درنا باركور، فرقه كانوا يلا طلعوا مشيت معاهم، درنا باركور العام الاول كيلعبوا، كان العام الاول في دوري زين، كيشدوا ثمانيه الفرق الاولين، كيلعبوا دومي الكارت فينال، دومي فينال، كيلعبوا على كاس بحال البلاي، بحال البلاي اوف. بحال بلاي اوف. كنا العام الاول يلا طلعنا لعبنا البلاي اوف، العام الثاني درنا واحد الباركور مع ماكيدا الهبال، تكلاسينا حنا، كنا وصلنا تكلاسينا كاع السينكيامين هذاك العام. انا العام الاول ديت تروازيام بيتور في الشامبيونه، العام الثاني ديت ميور ديستريبيتور، احسن صانع لعب في الدوري السعودي، وتروازيام بيتور في الشامبيونه، هي ذاك العام اللي كانت غتبغيني فيه الاهلي، الا ان التشبث ديال النادي وانا كنحترمه، الحمد لله ما كانوا مخسرين لي حتى شي حاجه، كنت لاقي راحتي في كل شيء. تلعبتي الى معاهم؟ ضرب
لعبت معاهم عامين ومشيت الرائد من بعد، امين الرائد. بحكم ان العلاقه اللي كتربط الرئيس ديال الرائد مع الرئيس ديال الشعلة هي اللي خلاتني نمشي. دونك انت ديك الساعه الشعلة لعبتي معاهم عامين، وكان عرفوا ان في الخليج بصفه عامه، يعني بغض النظر على الدوري كاين عندك الكاس. الكاس عنده كاين الكاس. اهميه واحده، مثلا في قطر كان كاس الامير، كاس ولي العهد، في السعوديه كيكون هو الكاس تما كيكون كاس مهم، ملك، كاس ملك. كاس الملك، كاس الملك. ملي كتلعب هاد لي كومبيتيسيون تاع حسن كتكون عليك لا بريسيون. بيان سور بيان سور، وسيختو الاجواء ديال الدوري السعودي بالنسبه لي انا احسن دوري عربي اخويا رضا. كيفاش احسن دوري عربي؟ بالنسبه للدوريات الخليجيه بيني هاد وبينك الدوري راه راه شوف الدوري السعودي راه ما يمكنش. نعم فتحيه فتحيه تحيه كبيره لخويا اخويا عبد الرزاق حمد الله، اللي انا بالنسبه لي لانني دست اتاكون ولعبت في الدوري السعودي، في صعيب باش توصل الارقام اللي وصل لها حمد الله. بيان سور بيان سور. فتحيه كبيره تحيه كبيره خويا عبد الرزاق، لانه دار واحد الباركور اللي انا شخصيا لعبت في الدوري السعودي باش تحقق هذيك الارقام، خاصك تكون سميتك حمد الله، شوف لانني ونزيدك، عارف حمد الله المحترفين. كان هداف في الدوري القطري ومشى للدوري السعودي ودار هداف، فين ما حط رجليه كان هداف. شوف انا كنتكلم على الدوري السعودي اللي كنت عارف انا القوه ديال الدوري السعودي، خاصه بوجود الهلال وبوجود الاهلي والشباب والاتحاد وكاع الانديه، كاع الانديه كانت انديه قويه، وكانوا كيجيبوا دي جوار سيختو وصلوا في السعوديه ولاو كيلعبوا بثمانيه المحترفين. راه كاين الفرقه اللي كتجيب لا لين ديفونس كامله محترفين، وي وتبارك الله الحمد لله موفق ووصل لواحد الارقام اللي تحيه كبيره لخويا عبد الرزاق، برافو عليك وكمل، وراك شرفتي المغاربه كاملين اللي لعبوا تما، وخاصه ان اسم المغاربه ديما كان في بدايه باحمد البهجه، حمد مرورا عبد الجليل الهده، كاماتشو، باصير، مرورا خلينا البصمه ديالنا، جا الحمد لله توا هز المشعل، فديما الاسم ديال اللاعب عصام الراقي توا خلا، وي كان هذاك اللي سميتو عادل الهرماش توا تبارك الله وي خلى اسم طيب في نادي الهلال، كانوا ديما اسم اللاعب المغربي في الدوري السعودي كان محترم. كان محترم. جا هو حمد الله تبارك الله في الخليج بصفة عامة اللاعب المغربي محترم جدا، فهمتي يعني انت بيان الشخصية سور بيان كيعرفوه، او سيختو الناس، او الناس المغاربة صراحة، ولا خصنا نقولوها مثلا باش نعزو براسنا بعض المرات هنا. سيختو في الدوري السعودي فهو متابع اعلاميا بزاف، بزاف اعلاميا دوري قوي اعلاميا، وكان جلال الداودي جلال الداودي وفوزير حتى هو دابا في هذا لابيريود مع حمد الله تما تبارك الله كيدير. فعلا على فكره حتى هو راه كيلعبوا في ليكيب اللي كنت كنلعب فيها في الرائده، اكزاكتومون. الرائد حتى وتما هو كنا تما في السعودية راه هما عندهم واحد المسألة، أن الدوري ديالهم متابع بالجمهور وكنشوفوا تيفويات وبلاتي، ونسينا امرابط، نسينا مرابط، ونسينا الاحمدي وي تبارك الله، فعلا مرابط تبارك الله مع حمد الله اللي كي باش ما يكعوش علينا، حنا جبدنا حمد الله غير باش غير الحمد الارقام لله اللي حقق، غير فوالا، الارقام ولكن غير كاش الارقام، نناقشوا بغض النظر على الدراري اللي كيقوموا بمجهود كبير، خاصه مع الاحمدي باش دير كابيتان ديكي في الاتحاد، راه خاصك خاص فيك تفيق بكري. بكري، خاصك تفيق بكري باش ديرها في الاتحاد. تبارك الله اكزاكتلي. مرابط شنو المستويات اللي كيقدم. لا ونسينا واحد ما هضرناش عليه، بوشا هشام، راه قلت لك مرورا بهشام، بوشا هشام جا راه في واحد بوشا الجيل، جا في واحد الجيل راه من هذاك البيريود ما لقاوش راسهم الاتحاد. بيان سور. وما نساوش واحد حتى هو دابا راه حتى هو مقلع دابا في الدوري السعودي، دريس فتوحي. ادريس التوحي حتى هو تبارك الله دريس تبارك الله. التوحي حتى لا هو شوف مازال شوف المغاربه معطياهم في الخليج الحمد لله، الحمد لله تبارك الله، الحمد لله. معطياهم بالكوره ماشي بالفوز، اكزاكت. بالكوره. دونك لعبتي عامين انت في الشعلة من 2012 حتى 2014، ومورها مشيت للرائد. مشيت الرائد كان جا رئيس جديد، هو كان التحدي ديالو انه يجيب اسماء من الدوري السعودي، سيرتو انا من بعد ما لعبت الشعلة خليت اسم كبير في الدوري السعودي، وخاصه الى درجه ان كنت غننتقل للنادي الاهلي وهذاك الشيء. فجيت انا، جا بابويغو اللي كان بابويغو كان لعب في فيرونتينا، كان لعب في انديه كبيره في الدوري الانجليزي، كان جا بابويغو كان وجاب لعاب اخرين عاوتاني مع المنتخب العراقي والمنتخب الاردني،
كان بقى فرقه زوينه اللي درنا باركور زوين، الا ان كان في الاول ما كناش من بعد لقينا راسنا درنا باركور زوين معاه. درنا باركور اللي توجنا تقريبا تكلاسينا احنا الثامنين، لعبنا هذاك البلاي اوف. البلاي اوف من بعد كتسمعني شنو من رجاء، بعد؟ كنسمعك. من بعد جات الدخله ديال المغرب. اي فوالا، دونك كملتي عام، علاش دخلتي للمغرب؟ كانوا بزاف ديال الحوايج اللي خلوني ندخل المغرب، بزاف الحوايج. عيت، وتحيه للراي عبد اللطيف خدير، ابو عبد الله صراحه اللي مشكور، وقدم لي الدعم كبير، وكان ديما مسكين، ما كان ديما بغاني نبقى معاه وداك الشيء، الا انني كانوا ظروف عائليه اللي خلوني انني ندخل المغرب. ومن دمت لانني مثلت فرع كبير مثل الجيش الملكي اللي خلاني عاوتاني ندخل من بوابه، الا انني مثلت فرع كبير بحجم فريق الجيش الملكي، ولح عليا مدرب اللي كبير بحال روما واللي خلاني انني نجاور في الجيش الملكي. فما كنتش انا عمرني ما ندمت على شي حاجه اخويا رضا، عمرني ما لا، هي ندمت. كلمة احترافية، ما عندناش نقولوا علاش دخلتي، إذا ما واش كاين شي مشكل ولا شي حاجة، ما انا حد المشكل ديالي رضا، المشكل ديالي دخلت وانا في الطوب ديالي. وي سيرتو الواحد ما كيرجع من الاحتراف الا ان كيكون دوز شي عام خايب ولا شي حاجه ولا هادي. واخا هكاك مازال صغير، يعني 2014 2015 انا لا سولتيني دابا قول لي كيفاش دخلتي، ما فهمتش كيفاش غمضوا لك العينين دخلتي، ما فهمت. وخاصه روما ماشي غيره. والله العلي العظيم اخويا رضا، راه الكونترا قدامي، خليت كل شيء وجيت سينيت بتليفون واحد من روما، ولانه كان تعامل معايا معامله ديال الرجال في الرجاء وداك الشيء، وكان انسان صريح وانسان الله يعمرها دار وداك الشيء. بتليفون منه مشيت سينيت مع لي فار، قال لي انا بغيتك تلعب معايا هذا العام وهذاك الشيء. وكان ديما كيلح عليا ملي كان في الكويت وداك الشيء، كان ديما كيبروبوزي عليا يجي عندي، الا انني كان عندي عقود كتربطني مع الانديه ديالي، ما خلاتني، ما سمحتش لي باش نجي. فا اول العام اللي كنت مسيني فيه مع نادي الرائد عام واحد، كان طالبني بتجديد، حط لي الكونترا ابو عبد الله بحال هكا، خليتها وجيت سينيت معاه. وما ندمانش، ما ندمانش، ما فهمتنيش لانني كيف مثلت، لانني مثلت فريق كبير بحجم فريق الجيش الملكي اللي عطى لعابه زعيم ديال كره القدم الوطنيه. وبطبيعة الحال الجيش كيبقى فريق كبير في المغرب، يعني ماشي رجعتي لعبتي في الهوات ولا شي حاجة. عاود لي على ديك وهذا اللي التجربة صار. ديال الجيش. الجيش اخويا رضا، غنكون معك صريح دابا، الجيش 10 سنين 11 عام ما حقق حتى شي حاجه. حنا فاش جينا، جيت انا باقي نعقل، انا وكريم فقروش، هشام العمراني، سعيد فتاح، جينا فريمون، كانت فرقه، الا ان هذاك الخوف ديال ديما نخسر ماتش ولا دو ماتش ولا تروا ماتش، غيطرى لي بحال العام اللي فات. راه ديما ملي كتجي لشي فرقه، كتجيب دو جوور ولا تروا جوور كيعطوك البلوس. راه عمر ثلاثه لعابه ما هزوا فرقه، عمر بعد اللعابه ما هزوا فرقه، مع احترامات اللعابه. كانت عندنا ايكيب مزيانه اخويا رضا، راه مشروع، كانت عندنا ايكيب واعر، وي بعد غير السنين اللي هي كتصدر ليها. فقدات الثقه. هذيك المجموعه كانت فقدات الثقه، ولينا كنخسروا الماتش الاول الماتش الثاني في الاول ديال العام. خسرنا الماتش الاول، الدراري كلشي نزل يدو، كلشي كينزل يدو، كيقول لك صافي راه عاوتاني غيطرى لنا بحال العام اللي فات، وهادي. هذا هو المشاكل اللي طرات فيهم، اللي طرا فيهم هي هذيك، طراو مشاكل. الجمهور حتى هو من حقه، لانه فرقه كبيره كانت متعوضه على الالقاب زمان، 10 سنين ولا 11 عام كانوا غابوا على المنصات وداك الشيء. هذا الشيء دار ضغط على ضغط، وحنا اللي كلينا العصا خويا رضا. جينا حتى حنايا طالبونا، بدينا الماتش الاول ولا كيطالبونا بالالقاب بهذه، مستحيل. راه اي فرقه، اي لاعب، واي فرقه كتبغي الوقت. جا روما من طبيعة وبدلوا الحال تقريبا، خاصو الوقت، لا مدرب لا لعاب، خاصك سوف الوقت. تأقلم الا جينا طبيعة الحال. الا جينا يجينا شوفوا كاع اللعابه اللي قلعوا مع لي زيكيب ديالهم، كيلقاو فرقه صحيحه معاهم، كيجي كيعطي البلوس، فعلا كيجي كيقدم الاضافه. فالجيش الملكي كانت مشات لهذيك الثقه، هذيك لا كونفيونس. فلو ميساج ديالي اخويا، لان اخويا رضا، لان الجيش الملكي فرقه كبيره، حطات لعابه كبار، زعيم ديال كره القدم الوطنيه. مؤسسة الجمهور صبر، انا كنقول ليه خاصك تزيد الصبر. علاش؟ حيت دابا كاين بوادر ديال الفريق في المستوى، سنا دراري صغار، جابوا مدرب، داروا الجيش الملكي عندهم واحد الخطه من الاداره،
واحد المشروع، جابوا مدرب اللي دخل معاهم فيه، طالب دخل معاهم، جاب انه دراري صغار بغاو يكونوهم يرجعوا للتكوين وهذاك الشيء، جابوا مدرب اللي دخل معاهم في المشروع، خاص شويه ديال الوقت. الجمهور ديال الجيش الملكي صبر 10 سنين 11 عام، يزيد يصبر عام، راه مستحيل انك كل عام تبدل 10 لعابه ولا 11 لعاب وتقول غنلقى فرقه وغننافس على الالقاب، راه مستحيل. بيان سور بيان سور. الاستقرار، راه الاستقرار هو اللي كيولد نتائج وكتنافس بيه على الالقاب. الا وانا صبرتي عطيك واحد مثال فتح الرباطي، الفتح فتح الرباط، الرباطي شوف شحال صبروا، بيان سور شوف شحال صبروا كونوا الفرقه اللي ولات قادره باش تنافس على الالقاب. راه بحال فعلا. هكا الجيش الملكي، عندهم دراري صغار، جابوا مدرب دخل معاهم في المشروع اللي حطاته الاداره، خاص شويه ديال الوقت. الجمهور صبر شي 11 عام، صبر واحد العام الله يرحم بها الوالدين، زيدوا صبروا واحد العام ولا واحد العامين، تيلقاو واحد الفرقه اللي قويه باش ترجع تقارع الانديه الكبيره، لان بيان الجيش سور الملكي بلاصتو هي الصفوف الاولى، صفوف المقدمه، المنافسه على الالقاب، ولما لا صاحبي يرجعوا ينافسوا على الكؤوس الافريقيه. لا، هو الجيش لان الملكي راه فرقة تاريخية، راه ما خصناش شوف عافية، انا بالتوهج ما ديال ناقشوش في الرجل هذا الموضوع. الوداد، بالتوهج ديال الرجل الوداد اللي فار نورمالمون بيان خاصها سور ترجع، خاصها بيان ترجع سور. صافي بركه دايوغ الله. كان عارفو كان عارفو راه في كاين الكلاسيكو وكاين الديربي. الديربي راه الرجل الوداد، الكلاسيكو راه الوداد الجيش ولا الوداد ولا الراجل الجيش. استفدنا في هذا صافي الشوط صافي لي فار خاصها ترجع صافي الله ان شاء يجعلها الله. خارج. انت ملي لعبتي مع لي فار ما لعبتيش ضد الرجاء؟ لا وكنت توقفت، علاش؟ كان مدرب هذاك الساعه انا ذاك العزيز، كنت كيصحابني. شوف انا لعاب محترف اخويا رضا، انا لعاب محترف، كان هذاك الاسبوع كان جاتني اصابه وداك الشيء، انا مشيت قلت لهم راه توعات وداك الشيء، كيصحابني ما بغيتش نلعب كونتر الفرقه ديالي وداك الشيء، وكان دار لي مشاكل. الله شوف انسى، الله يهديك، صافي سير ماشي عيش الله موت. يهدي الجميع الله يهدي الجميع. وكان دار لي مشاكل كبيره، هذا المشكل كان وقع مشاكل كبيره وكنت توقفت فيها وهذه وهذه. ماشي مشكل. من بعد هذه التجربة انت حسن اش درتي؟ من بعد التجربه صافي ساليت اخويا رضا، الله علاش؟ يجعل البركه، جات في واحد اللاج ديال 34 عام ولا ما عرفت شحال ايوا راه صافي. باقي. وبالنسبه انا ديما لاتاكو، انا شوف انا بالنسبه ديما عندي لاتاكو شوف واحد. بالنسبه لاتاكو اخويا رضا، بالنسبه لاتاكو ديما خاص لي زيفور، خاص بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للديفونسور لاج ديال 34 عام هو اللاج ديال العطاء. علاش كنقول انا قلت السيمو ديما كنقولها ليه، بالنسبه لاج ديال 34 عام بالنسبه للديفونسور، فلاج ديال الختوريه كيف ما كيقولوا، كتولي تلعب. وي اما بالنسبه للاتاكون خاصك ديما دير لي فور، بغيتي تماركي وي خاصك دير اي فور، خاصك بزاف ديال لي فور، خاصك تعطي صافي من الاخر، تعطي فرصه للدري صغار، لان جايين دري صغار في المستوى وداك الشيء، خليهم حتى هما. وانت القرار ديال الاعتذار واش جاك ساهل؟ علاش عرفتي النقطه هذه ديما صعيب كنتناقش اخويا فيها مع رضا الدراري، صعيب فوالا ديما كنتناقش صعيب فيها مع الدراري، لان الدراري ملي كيقول لي مثلا شي واحد صافي راه غادي نسالي، ديما كنبقى نقول لي علاش بلاتي يزيد واحد شويه واحد العام وكذا. كنعرف ان القرار صعيب باش تعلق في الصباط، انت شوف قلت لي صعيب علاش؟ انا الحوايج، الحاجه اللي خلاتني انني ناخذ، دخلتي من الدوري السعودي كنت كتمر في مرحله رائعه، دخلتي شتي المشاكل وهذاك الشيء خلوك تكفر كاع، قلت لي صافي حبس والدي هاد الكره كاع. ما قال لك رغم ان ذلك ما خلانيش انني ندم، والله العظيم ما نادم دي لا رضا، غير كتشوف شي حوايج كيخلوك انك تحبس كره. وانا كما قلت لك تلاج 34 عام وداك الشيء صافي الله يجعل البركه، فالحمد لله. صعيبه كما قلت يا رضا، راه صعيبه باش تحبس، سيرتو كدوز واحد 15 عام ولا 16 عام في الدومين، وكره كونسونطراسيون بريباراسيون، الدراري سير هنا زي هنا، كتجي واحد الوقت صافي ما كتبقى عندك، ما كتبقاش تعيش هذيك الامور كامله. بيان سور عاد واحد العام الاول اخويا رضا، اصعب عام هو العام الاول ملي كتجلس بيان فيه، سور صعيب بزاف صعيب بزاف، زعما باش تدخل باش تستوعبها بانك راه سالي فريمون ساليتي الكره، صعيبه راك بيان صعيبه، سور خاصك تكون في واحد الجو ديال لونترينمون، الجو ديال لي كونسونطراسيون، الجو ديال هذا، كتجي واحد الوقت كتحبس ما كتبقاش تشوف هاد الامور هذه، كتجيك صعيبه. لا ربما حسن كون كان الواحد داير مشروع مثلا ديال انه غيتحول المدرب ولا غادي يقرا تدريب ولا شي حاجه مثلا جوست ابخي مباشره غيعمر وقته، يقدر يخوي واحد الصعوبيه بواحد لوبجيكتيف واحد اخر. ولكن ملي كيكون يلاه كيبريباري راسو لما بعد لا كارير، هي اللي كتكون ديك الفتره اللي كتكون صعيبه، ديك لا ترانزيسيون. بيان سير بيان، ولكن انا شوف في الاول كتقول كتكون كتكع كتقول صافي، انايا بحكم لا بريسيون اللي خديتي، سيرتو لعبتي في فرقه كبيره بحال الرجاء، كل عام كتنافس على الالقاب وهذه، ولا مدي بالنسبه لهم هو المرتبه الثانيه بحال الاخرى، ديما لا بريسيون
ديما لا بريسون، كتمشي راك عارف وعشتي اخويا رضا في الخليج فسيرتو في قطر، راه بالنسبه للاعب المحترف الضغوطات اللي كتكون على اللاعب المحترف ممكن ما تماركيش غير دو ماتش لا ترو ماتش يقول لك الله يعاون بيان عليك سور بيان سور دونك لا بريسون كبيره عاوتاني كتحط عليك، يعني طبعا خاصك تدخل تكون احسن منهم كاملين وتماركي وتربح الفرقه وهذاك الشيء باش تبقى تما، دونك طبعا كتعيش في واحد الكارير كله بريسيون، كتبغي تسالي كتبغي تسالي كتقول غير ريح واحد شويه غير ارتاح من هاد لا بريسيون وداك الشيء سيغ، وحق الله العلي العظيم ما تنكذب عليك اخويا رضا، غير كتريح شويه كتجيك يطلع لك الدم كيطلع لك الدم، اش كتولي كتقول انا الدومين راه ما يمكنش لي نبعد منه، انا اكزاكتومون جلست واحد 3 موا ما لقيت راسي، تلقيت راسي داخل ليسونس سي كندوز الدبلوم ديال التدريب سي، والله العظيم ما تقدرش تبعد من الدومين، سيغتو الدومين راه كيقول لك راه راه تيقول لك اللعاب ديال الكره خصو يبقى في الدومين ديالو، هذا كيبقى في هذه كل واحد في طبيعتك الدومين ديالو، عندك الشوكة الدومين راه ما يمكنش لك، راه ما يمكنش لك تبعد من الدومين، دابا درتي وبهذه الدبلوم التحيه التحيه تحيه للدراري كاملين اللي كي اللي كيدفعوا لي ديبلوم وداك الشيء، راك شفنا الرجاء كيفاش رجعات ولات كتعطي دي جوار اللي في المستوى، سيرتو دابا الدراري الدراري الصغار اللي كيلعبوا في ليكيب بروميير الدراري في المستوى، وهذا الشيء ماشي جا عن فراغ بالرجوع ديال الدراري، لا هشام بوشروا لا المباركي لا مسلوب لعب واحد عبد الصمد لا ارمومن لا خرازي، فإلا شفنا هذه الاسماء راه مستحيل ما يعطوناش لعابه يمثلوا بيان سور فريق كبير، بيان سور راه بيان سور الرجوع ديال الدراري اخويا رضا راه حنا شفنا دراري بحال زريده بحال دراري في المستوى شفناهم في ليكيب بروميير، فعلا وفهمي فهمي تا هو كيرجع ليه الفضل بحكم انه خدم مع الدراري الصغار، فرضوان حجري مصطفى شادي رضوان حجري راه شوف برجوع ديال الدراري كاملين راه مستحيل ما نشوفوش دراري صغار، راه حتى الدراري راه دوزوا الكره ديال بصح، راه مستحيل ما بيان يعطوناش سور لعابه، مستحيل ما يعطوناش لعابه في المستوى اللي نشوفوهم في ليكيب بروميير، خاصة بيان سور ان الرجاء خاصها ترجع ليكم، بيان خاصها سور ترجع بيان لكم، سور راه اكزاكتومون لا شفنا تبارك الله ذاك الوليد زريده راه الدور ما عرفش ما تلقاش بحاله، شفنا ذاك الدري مذكور شفنا ذاك سكحال شفنا دراري تبارك الله في المستوى، العام اللي فات فاش كنت مازال تما في قطر كان جا لعبوا الرجاء الطنوا ديال اسباير وكان جاي معاهم هشام وكان جا هشام كنت بونس كان معاه البكاري تبارك الله كنت ولد مشيت الداري عندهم الداري لوطيل ريحت معاهم هسيتك الدراري الصغار الاخر مني سالينا مع هشام ويقول لي بغيتك تهضر مع الدراري واحد شويه دخلت عندهم سميتو الغدا قلت لهم الدراري نقول لكم جوج كلمات انا يمكن ما كتعرفونيش هشام راه اسطوره ديال الكوره ابو شروان بيان سور راه سيد كان كيماركي في الرجاء وفي الخليج ما كاينش اللي ما كيعرفش بوشا بوشا بيان ما كاينش سور اللي كيناقش فيه قلت لهم انا غنكون فرحان من دابا واحد 5 سنين والدراري كان عندهم 15 عام قلت لهم دابا واحد 5 سنين نلقى في واحد 6 ولا 7 ديال الدراري من ليكيب بريمير ونكون غير نهضر معاهم وقلت لهم شي واحد بحال بوشا روان قلت لهم ما يتعلموا منه قلت لهم ما شوفوه قلت لهم من يقول لكم الاستاذ ديالكم ديروا الحاجه ديروها ما تناقشوش ومن يقول لكم ديروا ديروا ا بلس ديما زيد الا تبارك الله خويا رضا ما تفرجتي في الماتش ديال لي فار الرجاء ولي فار شتي تبارك الله على وليدات راه لعبوا احنا انا سوي كونتر ديما ديك بروميير ايكيب دوزيام ايكيب، راه من حدك كتريني في ليكيب بروميير كيعطوك توني كتدخل كتمثل الفرقه ديالك، راه ما كاينش بروميير ايكيب ولا دوزيام ايكيب، اكزاكتومون ما كاينش اكزاكتومون بروميير شتي تبارك الله الوليدات دخلوا راه انا كنعتبر هذاك الماتش الرجاء ما خسراتش، الرجاء ربحات واحد الجيل اللي غتستافد منه واحد 10 سنين ولا 11 عام وغتستافد منه حتى المنتخبات الوطنيه، لان شفنا اكزاكتومون هذاك الوليه تا هو تميزو شفنا ذاك الدري البكاري شفنا وليدات زوينين اللي عندهم مستقبل كبير اللي غيستافد منه الناس الرجل المنتخبات الوطنيه، لان دابا شوف شفنا السي سامي تجدين هو دخل عندنا دابا سامي تا هو سامي راه عنده ايكول تا هو راه تبارك الله تمنى لي مسيره موفقه في ليكول ديالو تا هو كوركو فتح لنا الله نشوفوا شي سامي تجدين عاوتاني، راه ان شاء الله كما قلت لك لحسن حظ الوليدات الصغار طاحوا مع 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 جمال سلامي ويوسف الصفري اللي عزيز عليهم الوليدات الصغار، وي والا ما قلعوش مع هادو راه ما يمكنش يقلع، علاش؟ اولاد حيت انا كنعرف يوسف الصفري ولا السلامي عزيزين عليهم الوليدات الصغار وما كيظلموا حتى واحد وما غيظلموا فعلا حتى شي واحد، واللي اللي يستاهل غيلعب غيلعبوا وما كيعرفوش انت كبير ولا انت صغير، راه من حدك كتمثل بريمير ايكيب وي سي رضا حسن الله رضا يتقطع عليك ما سقيناش بك اخونا رضا حيت كملت ساعتين الله يبكي يتقطع على راس الساعة والله الا بحال اللي دوزت معاك اخويا رضا 5 دقائق
زيدني عليك، يحسب راسنا كنت في كروشي ذكريات فريمون، ما بيان سور بيان سور. بكيت شوف نسيت. تحية لك، تحية لك اخويا رضا اللي على هاد لي لايف هادو، فهم في المستوى وداك الشيء. انا ماشي كرميك بالورود رضا اخويا، سي لا فيغيتي، هذه حقيقة. الله يحفظك، احسن، ميرسي بوكو خويا، كنتمنى لك مسيرة وفاقة اخويا رضا في هاد المسار ديالك، الله لانك يحفظك، شكرا، تستاهل الصراحة، تستاهل كل خير اخويا رضا. الله يحفظك احسن، ميرسي بوكو خويا اللي خطيك. حسن دابا قلتي دوزتي الدبلوم الاول سي، من بعد سي كيبان الا، بعد الا كيبان الابرو، لا فين دابا وصلت؟ من بعد السي، من بعد خديت السي، انا كنتسنى ان شاء الله، كنت غنفع البي، الا ان جات هذه الجائحه الله يخرجها عنا بخير وعلى خير، آمين يا رجع ربي. الامور كما هذاك. حيت انا من بعد ان شاء الله، حيت دفعت البي وداك الشيء، جوبونس كو الاسم ديالي كاين مع اللائحه ديال البي، ونتمنى من الله اننا نحصلوا ونقدموا غير شويه من هذيك التجربه اللي خدينا للوليدات الصغار، بوركوا با، لان نعاونوا الوليدات الصغار كما عاونونا الناس اللي قبل منا، وعاونونا الدراري اللي كبر منا وداك الشيء، حتى حنا بوركو بور نقدموا شويه من هذيك الاكسبيريونس اللي خدينا من الملاعب، قدموها للوليدات الصغار. وكنتمنى انا كاع اللعابه اللي دازوا يرجعوا، لان هذا الوقت اللي باش يرجعوا الدراري كاملين، باش يكثروا هذوك لي سونتر فورماسيون في الانديه الكبيره، الانديه كلها وداك الشيء، باش يعطونا لعابه في المستوى، ونشوفوا دراري صغار اللي يعطوا الانديه ديالهم ويعطوا للمنتخبات الوطنيه. لا راه كما قلت لك انا، بالتوهج ديال الانديه باش يعطينا دوري قوي، ولا عطانا دوري قوي غنشوفوا منتخب قوي. أكيد أكيد أكيد، ولكن شتي المشكلة حسن، سكو تقدر مثلا إن شاء الله تولي مدرب وتعطي للدراري، أنا ان متأكد شاء من الله هذه ان شاء القضية الله ان وتعطي شاء الله. للدراري إفادة، ولكن صعيب أنك تعطيهم واحد القضية، شنو هي يا خويا؟ صعيب أنك تعطيهم لافراب اللي كانت عندك حسن. لا، ولكن شوف، كل واحد عنده لي كاليتي، ممكن تلقى فيهم شي حوايج اللي احسن من اللي فراك وداكشي، كل واحد تخدم معاه على حساب لي كاليتي اللي عنده. لا ولكن زعما عرفتي علاش انا كنقولها لك؟ عرفتي انا كوشي راه ولدي تكبر يا راه، ويلي. ولدي قال لي السيمو ديجا لعب معاك واحد الماتش ميني فوت. لعبنا واحد الماتش ماشي ميني فوت، لعبنا 8 8 تيران كبير، ومن كيبان لي البوطو كبير كيعجبني ديك الفراق من البعيد. قعدت تسير عليهم الله. المشكله اش وقع؟ ولدي عزيز عليه الكره، تبع عنده 6 سنين، عنده فراب زوينه، ولكن صدق الله يمني، يحفظك. صدق يمني يا صاحبي، ماشي مشكل، المهم تكون عنده الضريبه، كاينه الضريبه. كاينه ما الطريفه، ولكن دخلتوش لا ما دخلتيش شي كيب. فبسطي ولا ماكلة. انسكوت ياك. شوف كان العام اللي فات فاش كان في قطر، كان دخلت وكان داخل باريس سان جيرمان، هي اللي كانت عندهم في المدرسه، منين دخلت هنا للمغرب دخلت اخويا الاكاديمي هنا في المغرب ديال البلاد. يك ماشي مع هشام. لا لا تشوف، خليه يضحك، خليه يضحك، لا لا، حطيته مزيان انا باش مزيان يضحك. مزيان. لا هو كاين بعدا ما بغيتش، كاين كاين ما بغيتوش، ما بغيتش ندخله عندي هشام. انت كتهضر على جابرييل؟ جابريالا. لا لا ما بغيتش ندخله عند جابرييل، عرفتي علاش؟ اشمعنى؟ جابرييل صاحبي، جابرييل صاحبي، انت بغيتي يتحكم، انت بغيتي يحراش. لا صافا با، بغيته يدخل مع ولاد كازا ديال بصح. النهار الاول تصور واعر شنو يا حسن، دابا النهار الاول كيلعب هو عزيز عليه يطيح، النهار الاول لعب مع دراري، ولكن دراري صغار تبارك الله، كازاويين مجاني حار، مجاني. حكوا الاول حكوا الثاني، يجي عندي كيوكي لا ما خصكش، لا ما ضربني خصكش، هذاك، قلت له ضربه، اتي مني لا قلت ما ليه خصكش، ضربه، اتي الوالد لا قول مني لي كنت الحرفة هذيك، الحرفة. دابا مني كنا ليه، ما عمري ما قلت ليه هذاك اللعبه ديال ضرب الاخر ولا شي حاجه، مني قلت ليه وسير ضربه حتى انت، تيبقى كيشوف فيا ما عرفش كيف، قلت ليه شوف الضارب على بلاصتك راه والله كوره العظيم هذه، راه كنا صغار ريض اخويا، كتجي كينوض لك دينار، كطيح هنا في الحمري، مع لعبنا الحمري بزاف ديسيما وداك الشيء، كينوض تقدر لك واحد الدينار. دولار هنا، دولار كتنوض كتمشي عنده كتقول لي، كيقول لك ها الحرفه بدات كتدخل عليك اسير. لا تدخل سير، شنو يخسر عليك كاع لا الكول، الا يقول خسر لك لا الكولو، لا الكولو بيطادين. الا خسر عليك لا الكول سير داخل لعب. عليك وسبحان الله العلي العظيم. شوف صاحبي، راه ملي كتلعب في الدوز في الحمري وتطوبيسات وداك الشيء وتكرفص، راه الله سبحانه وتعالى ما كيضيعش ياسر ياسر شو كيضيع حتى شي واحد. راه كيقول لك، فريمون كيقول لك تكرفصنا اخويا رضا، تكرفصنا. راه ياسر ياسر الكره كتبغي الصبر، شي الا ما كان الصبر والله ما توصل.
راه ديما كنقولها وهذا للميساج، الميساج، هذا شي هاد الميساج لي قولها لايف، للدراري دابا. شي هاد لي لايف. انا كنقول لك علاش كنقول لك انا كنحب هاد البادره اللي درتي اخويا رضا، راه نطلعوا نعطيو دي ميساج للدراري الصغار، الدراري الصغار اللي كيكونوا كيتفرجوا فينا، خاص نمشي دوز تمر مرور الكرام حقها، جيب بدا تضحك وداك الشيء تسالي، هذه مناسبه باش نعطيو لي ميساج للدراري الصغار. راه بالنسبه لا بغيتي توصل لا بغيتي توصل، راه حتى شي حاجه ما توصلش سهل، راه حتى شي واحد يا ما سير وصل سهل، كلشي يا تعذب، سير كلشي تكرفص، يا كلشي سير تمحن. انا باش خديت الفرصه ديالي راه لعبت في الحمري، مشيت بريطي تكرفص بريطي، مشيت حتى البركان، شت التران كتوصل فيه، عرفتي باش توصل الوجده راه خاصك كتنعس وتفيق وتنعس باش ترانكوشيت. تاخد، باش تاخد الفرصه ديالك في الرجا. راه ماشي غتجي ماشي غتجي ما خديتيش ما خديتيش توني غتكعاود وتقول لا وانا ما لعبتش دابا، لا، كلشي كيصبر، وكاع اللعابه اللي لعبوا وحملوا القميص الوطني ومشاو ليكيب ومشاو الاحتراف، راه كلشي تكرفص. راه فعلا غنتحدى اي واحد يطلع هنا في اللايف معاك اخويا رضا يقول لك انا لعبت ساهل ولا ما الا تكرفصت ولا دوز بيريود. في اي يعني دومين، شتي في اي تال دومين يا الوليدات حسن، الصغار، شوف في اي دومين يا حسن، اللي ما ضربش تماره، اللي ما تكرفصش، اللي ما بكاش باش يتعلم، راه ما غيوصلش، باش نكونوا والله واضحين. العظيم شوف رضا اخويا، والله ما تنكذب عليك، الا باش باش نمشي من الرجا، والله حتى مشيت بالبكيه للبركان، ما ويا سخيتش صاحبي نمشي من الرجا، مشيت كنبكي يا رضا، وكانت كانت حوايج زوينه، مشيتي درتي النفس كتقول انا خرجت من الرجا، والله حتى نرجع نلعب في الرجا، وكتريني وتقول ما ترينيت اخويا رضا، تخدم بيسير تخدم 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 تخدم، راه ماشي باش ديبيتور دوزيام ديفيزيون، والله لا ديتي اخويا رضا بالله، بيسير مي وفي بيسير الله الصغيرة انا بيسير مشيت صغير وبديت ميور بيتور، علاش؟ كانت عندك ديما هذيك لونفي تثبت راسك وترجع تلعب في الرجاء، علاش؟ باش تحمل القميص ديال الرجاء البيضاوي خاصك تكرفص، بيسير. خاصك شتي نقول لك تكرفص. واحد الحاجه حسنا، انا وقعت لي في القدم الذهبي العام الاول، اول قدم ذهبي الاول ديال 2004، كان معايا واحد السيد هو اللي كان مسؤول علينا في الانتاج، كان كيقول لي شتي انت ما مديرش التلفازه، انت ما عمرك ما غتقلع في التلفازه، انت غادي تمشي غادي دير خدمه، وحق الله الا الهضره مازال كنعقل عليها لاصقه ليا في دماغي، كيقول لي انت غادي تخدم ماكسيموم ديالك خدمه عاديه من 9 ل 12 و6 تعمر لي موكروازي وصافي، ما التلفازه بزاف عليك انك تكون مضيع. عتب حيت وحق التلفازة الله العظيم المهن الشاقة، راه عرفتي شنو هي التلفازة؟ راه دابا كاين اللي كيتفرج نهار الحد كتلقاه مقاد لك الروبورتاج ديالك، ولا مقاد لك هذيك الحلقة ديالك، كيقول راه صافي، راه حتى نهار الحد وكيجي كيلقاها واجدة، الله راه الله يخليك يحسن هو، راه سيمانة مسكين هو كيخدم عليها. أنا بقى نعقل، وكنتو كتشوفوا معنا كونسونتراسيون الإفران أخويا رضا، سير بيسير. كنفيقوا مع 6 الصباح حتى انتوما فايقين، وهازين العباد وغاديين لونترينمون، بيسير عاوتاني كنتغداو كنمشيو، كنا كنديروا 3 سيونس في النهار، أه. عاوتاني تنتوما كتعانيو معانا نفس المعاناة اللي كنعانيو حنايا. ولكن حسن هنا راه لا فورس مونطال عندها دور كبير. ملي غيجي واحد السيد غيقول لك حسن شتي انت والله ما غتقلع، انت ماشي كوايري، انت راه شوف ما تاليتك راه ما غاديش ما تبوم بيهاش حتى في ليكيب بريمير. إلا سمعتي بحال هادو أسير ريح، إلا ما صافي الله تخلي يرضي عليك، الله يرضي عليك. شوف باش دونك ها توصل كتلقى العوائق قدامك اخويا رضا، العوائق ضروري ضروري، باش علاش كيقول لك، كيقول لك واحد وصل راه تحدى كاع العوائق اللي كانوا قدامه باش وصل. بيان سور والله حتى وهذه واحد هي ما كيلقاه ميساج، مفروشه بالورود اخويا رضا، حتى واحد ما كيلقاه مفروشه بالورود. انت قلتيها ميساج لهاد الدراري اللي كيتسنتوا لينا، والله يخليكم الدراري تسنتوا لهاد الدراري قال حسن، باسكو مهمه بزاف جدا، راه ما بقاوش غير نبقاو نقولوا الطوبيس جا معطل ضربني الباب تقطع ليا الماء، شوف حنا اش كنديروا هاد الدراري. الا بغيتي الا بغيتي توصل غضرب سماره وغطيح، ومني غطيح خصك تعاود توقف، احنا في لان سكول راه صغار تلاقوا رضا كنا كنجيبو، كنا كنجيبو الدراري كواري باش يلعبوا داخله، وكنبقاو نتفرجوا فيهم، كانوا كيسخرونا، جيب الكواري جيب هادي جيب هادي، كتسالي كتسالي كتحشم تقلب، حتى هذاك الدري اللي كبر منك تحشم تديبوردي عليه ولا تقلبه، كتقلبه كيضربك، كيقول لك البرغوش سير حتى النهار نحدو دير هادشي بحال هكا. ولكن كانوا كيبغوا لينا الخير، كانوا كيوصلوا لنا الميساج بواحد الطريقه اللي يدير نفس، راه شوف راه ساهله، شوف ساهله واحد يبقى يطبطب عليك بحال هكا، مي اللي كيغوت عليك واللي كيهضر معاك بغيره راه هو اللي كيبغي لك الخير، علاش؟ حيت حنايا فريمون فريمون بغينا نشوفوا لعابه صغار، انا بحكم انني رجاوي ولد الرجا وداك الشيء، فريمون بغينا ترجع هذيك ليكول، انا فرحت بزاف ملي رجعوا الدراري اللي كاتيجوري ديال الرجا، فرحت بزاف، لان مستحيل ان هاد الدراري ما يعطوناش لعابه، مستحيل بيان يلعبوا سور الكره في الهونيفو
لعبوا الدراري في الكو في الهونيبو مستحيل ما يلعبوا. راه شو الريزولتا كي جات؟ راه 3 زون بانت الريزولتا، اكزاكتومون 3 زون اكزاكتومون بانت الريزولتا. ولينا كنشوفوا دراري صغار اللي في المستوى كيمشيو ليكيب بريمير، جاو مع السلامي، جاو مع السلامي والسفري، راه هذه اوكازيون خصهم يبروفيتيو من حد. كاينين هاد الدراري خصهم يبروفيتيو ياخذوا لوكازيون ديالهم ويلعبوا، اكزاكتومون خصهم يلعبوا اكزاكتومون لعبوا اكزاكتومون الصبر. حسن الا ما لعبتيش اليوم غتصبر تجيك لوكازيون ديالك، ما اكزاكتومون، تزربش ولكن ما تطيحش السلاح، غتصبر تجيك لوكازيون. وما تطيحش السلاح. بيان سور بيان سور، ديما خصني نتريني اكثر من هادوك الدراري، نتريني من حدي باقي صغير، لوكور مازال يتحمل، نتريني مع ليكيب ونتريني بوحدي، اكزاكتومون تريني اكزاكتومون مع ليكيب ونتريني بوحدي، باش نهار تجيك لوكازيون خويا رضا، نهار تجيك نعطيك التوني ما تردوش ليا، فهمت؟ بحال نعطيك الحفيظ، التوني ما ترجعوش ليا بحال بحال الحفيظ. الحفيظ تبارك اكزاكتومون الله عليه اكزاكتومون. وتحيه ليه، لانه صبر هذاك الوليد. انا كان قدامي صبر بزاف الحفيظ، كان مريح في سونتر فورماسيون، مره كيجي تريني معانا وكان صبر بزاف، رغم انه كويري ديال بصح وعمره هدر وما عمره دوا قال لهم خاصني نلعب ولا خاصني لوكازيون ديالو، كان كيصبر عارف اشنو باغي، كان اكزاكتومون كيتريني وكيضرب تماره يمشي يلعب مع الجونيور يطلع ليكيب بروميير، نهار جاتو لوكازيون عطاو توني ما رجعوش ليهم. فيها تحيه كبيره لانه من احسن اللعابه دابا اللي كاين في الدوري المغربي بالنسبه لي، انا احسن لعاب في الدوري المغربي هو الحفيظ، فتحيه شوف كبيره لانه اشتغل، وانا كنموت على الدراري اللي كيضربوا تماره وكيخدموا وي باش يوصلوا، كنموت عليهم اخويا رير. وي هذاك فعلا فعلا. الوليد خدم، هذاك الوليد خدم تبارك الله. شوف انا حفيظي كان جا عندي للدار فاش كنت في قطر، قبل ما يدير لوبيراسيون مالين الدار، فاش شافوه الطريقه باش كيهضر والاداب شوف ديالو تبارك الله شحال مربي كيقولوا لي واش بصح كيلعب كره الدري هذا، مربي كيقول مربي هذاك الوليد، درويش الله يعمر هذا طريف وكيخدم تيخدم وكيهضر كيخدم كيضرب تماره خويا رضا. وراه بالنسبه لي هو خصو يكون اكزومبل من حد، وهو كاين من حد، هو كاين في الراجا خصهم ياخذوا ليكزومبل. شتي المستوى اللي ولا كيلعب عليه، راه وصل بيان لواحد سور النيفو انه ولا من احسن اللعابه اللي كاين في الدوري المغربي، فعلا، ودابا وخصو راه يشوفوا كيدق على الحفه في مستوى عالي. تبارك الله تبارك الله. راك نورمالمون هذوك سيختو دابا الراجا فيها بزاف ديال الوليدات الصغار، وي الوليدات الصغار خصهم ياخذوا، هو بانون شاكير متولي دراري ياخذوهم اكزومبل. لا بيان سولوا سور هما، هو الكابيتان ديالهم هو محسن، انا محسن نعقل عليه، كان مشى بريطي لتواركا وضرب تماره بس ايوه لعب في الراجا، ايوه ماشي جا طلع ليكيب بروميير لعب في الراجا ديريكت. يا سير يا سير بانون كنعقل على مشى داك الانتقال بروموسيون. بانون مشى بريطي البركان باش رجع لعب في الراجا. اللي باش يعرف الناس اللي كيشوفوا فينا، شاكير راه ولد الفرقه، ولد الراجا، انا صاحبي راه ولد الراجا شاكير، مشى مسكين تكرفاش اتحاد المحمديه، مشى الجديد تجات لوكازيون ديالو ورجع الراجا من الباب الكبير، هو تبارك الله فعلا المستوى اللي كيقدم على الراجا. فعلا 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 يعني ضيروا هذيك البروموسيون قاعد ديال الدراري الجو صبروا. اللي ضيروا البروموسيون اللي طلعوا عليه، واللي كانوا اربعه هذيك الساعات، كان محسن، كان اول حاج، كان بالمعلم كان بالك طلع عام وبالاك، وكان طلع وكان واحد ولد انيس الراكده ثاني الراكده، وكان الراكده انيس الراكده، وجمال المالكي وجعل كان جمال، المالكي. كان معاهم جارديان خلفي، اي كانت بروموسيون زوينه طالعه، كانت ولكن بروموسيون كيف ما واعره. قلتي صبر شوف وتنال الى دابا ما بروموسيون، شوف بروموسيون ولا داز زوين، عطاتنا جوج لعابه، راه مستحيل يلعبوا كلهم، بيان راه سور. الى عطاونا جوج لعابه ولا ثلاثه لعابه، علاش انا ديما كنقولها ملي كيكونوا اشنو لوبجيكتيف من الفئات، لوبجيكتيف ديما كل عام شوف واحد جوج لعابه ثلاثه لعابه يطلعوا ليكيب، راه اكزاكتومون مستحيل تلعب ليكيب كامله، راه ما يمكنش، راه ما وي يمكنش كاع دوك الدراري اللي كيلعبوا في الجونيور غيطلعوا يلعبوا في ليكيب بروميير. الا اكزاكتومون خدت منهم واحد لعابه ولا اربعه لعابه مزيانين، راه هذا هو لوبجيكتيف. اكزاكتومون اكزاكتومون. خويا حسن ما حسيناش بالوقت داز معاك، اخويا رضا فتحيه لك وتحيه كبيره لك اخويا رضا، وراك عزيز، يحفظك راك ونتمنى لك عاد مسيره موفقه، الله يسهل عليك اخويا رضا حيت ربي تستاهل عليك كل ربي خير عليك يحفظك. الخير امام ان شاء الله، دوز هذا الوباء ان شاء هذا الله ان شاء ويسالي الله. سالي هذه الازمه، والخير الخير امام. هلال الطير سولوا واش هلال الطير خالو، واش سولوا واش هلال لا الطير لا خالو. لا لا تحياتي سي هلال الطير المحيط تحية البدني سيلة، والمدرب. تحية سيلة، تحية سيلة اللي دوز معانا. كان ديما تيقول لي ملي كنت كنخرج نحترف تيقول لي شوف كيمشي طير وبقى طير ديما الطير هلال الطير غزال، داك السيد فريمون غزال، غزال فريمون غزال غزال، غزال الله يعمر عمر غزال. هلال. تحيه ليه، وكنتمنى ليه التوفيق في المسيره التدريبيه تبارك الله ديالو، عليك باسكو اخويا، تبارك الله عليك، عنده ما يتقال حتى في التدريب.
بيان سير بيان سير، راه هو اللي كان دخل لنا شي حوايج زوينين في البريباراسيون فيزيك، فعلا هو اللي جاب فعلا هادشي ديال لي بلوك، هادشي ديال لي زانترميتون، جاب بزاف الحوايج اللي جداد دخلهم لينا صراحة. تحية فعلا للهلال خويا، تحية السهلال وتحية لك بو حسن، شكرا جزيلا اخويا، بارك الله الله عليك، يبارك زوين، بارك الله عليك، محسن ميرسي بوكو خويا رضا، ساعتين ونص ميرسي بوكو، ساعتين ونص، الله يبحسينا حسينا بها بالله، سير ربا رضا، الله يحفظك اخويا رضا، او على اتصال ابو حسن، الله يحفظك، الله يحفظك، تبارك الله عليك. تبارك الله. حسن الطاير لاعب جميل، مدفع جدا هو بدوره، لاعب كبير، كنتمنى ان نصائح ديالو تكون استفدتوا منها الناس اللي مهتمين بالمجال ديال الكره، واكيد ان كما كنقول لكم ديما الصبر 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 مفتاح الفرج، نصبروا ونزيدوا نصبروا ونبقاو نصبروا ان شاء الله باش نخرجوا من هذه الازمه بخير وعلى خير. شكرا لكم، الله يصبحكم على خير، كيف ما قلت لكم من بعد هذا اللايف غنديروا ان شاء الله عاد ماشي تشالنج، ما كنبغيش الكلمات ديال تشالنج والتسميات هذو، ما غنديروا هذا الاسبوع هذا غادي نديروا كل نهار ان شاء الله تصويره ديال تيفو، غنبارطاجيها في ستوري، بارطاجيوها بدوركم، صوتوا على التيفو ديالكم، التيفو اللي غادي ياخذ اكبر نسبه من التصويت هو اللي يكون فائز في نهايه الاسبوع، نجربوها. شكرا لكم، الله يصبحكم على خير.